أهلا بكم. بلا شك الجمال نعمة، والمحافظة على الجمال أو البحث عنه مسؤولية، ده في وجهة نظري. من ضمن مقاييس الجمال المهمة جدا الأنف. الأنف من الأشياء اللي العيب فيها أو الديفو فيها بيكون ملاحظ جدا، اللي هي سنتر الوش. وغير كده بتؤثر تأثير نفسي على الإنسان أو الإنسان اللي عندهم مشكلة في مناخيرهم مدى الحياة، وبيفضل هذا التأثير في كل التصرفات. يعني تلاقي هذا الشخص أو هذه الأنسة طالما عندها مشكلة في أنفها تلاقيها بتلبس نظارة وهي مش محتاجة تلبس نظارة مثلا عشان تداري حجم الأنف لو هو كبير. تبدأ تحط مكياج بطريقة معينة وتصر عليه وتاخد وقت طويل عشان تحاول تداري وما بتبقاش راضية. والأنف من الحاجات اللي ما ينفعش فيها الكاموفلاج، ما ينفعش فيها مثلا الوش ساعات يبقى فيه شويه تجاعيد فبنت تحط مكياج فتداري شويه في التجاعيد، تداري جزء منه، لكن الانف ملهاش حل زي ما بيقولوا. النهارده هنتكلم عن الانف بالتفصيل في جزء طويل جدا في هذا الابيسود كله عن الانف. وضيفي طبعا يعني اللي بيشرفني وبيسعدني جدا ان انا استضيفه، غير انه قيمه علميه كبيره جدا واسم كبير ليس على مستوى المصري ولا العربي بل اسم عالمي، وأيضا أداؤه الرائع جدا على المستوى المهني في المجال الجراحي وعلى المستوى الأكاديمي في كلية طب جامعة عين شمس، طبعا اسم كبير للغاية. والأنف تحديدا أحد أبرز الأشياء اللي بيتميز بيها يد ماهرة، نفتخر ان هو مصري وطبعا اداؤه العالمي مشهود له بالكفاءه الكبيره جدا، صديق عزيز عليا جدا واخ عزيز علينا جدا وصداقه دامت لفترات طويله، هو طبعا النجم الكبير الاستاذ دكتور حسام بلعطه، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر وماجستير جراحات تجميل في ديناميكيه اصلاح الانف، وطبعا دوره الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا يا دكتور. الأنف ما ينفعش تخبيها، يعني الأنف من الحاجات اللي ما ينفعش تعمل فيها كاموفلاج زي التجاعيد مثلا. المقدمة اللي حضرتك قلتها في الأول أنت سهلت عليا، أنا كنت عمال أفكر قبل الحلقة هو أنا هخش أتكلم على الأنف إزاي؟ هخش في الأول كده أشرح العملية وخلاص ولا عايز أقول مقدمة؟ أنت سهلت عليا الموضوع. في جزئين مهمين قوي حضرتك لفت النظر ليهم في الأول. الجزء الأولاني هو العامل النفسي. إحنا دايماً بنهمل العامل النفسي عند المريض، ومش في عملية الأنف بس، في أي عملية. عادة المريض بتاع التجميل ما بياخدش سبورت من العيلة، لأن هو الوحيد اللي شايف الديفول اللي عنده، هو متأثر بيه نفسياً. هو عنده مشكلة عضوية لكن هو متأثر بيه نفسياً، واللي حواليه مش واخدين بالهم. البنت عندها مشكلة في مناخيرها لكن أهلها عادي، ما مناخيري كويسة ما فيهاش حاجة، أهلها مش فاهمين إن ده مأثر عليها نفسياً. وبالتالي لما يأثر عليها نفسياً هيأثر عليها على إنتاجها، سواء إنتاجها في الدراسة أو إنتاجها في العمل. البنت بتبقى انطوائية، بتحول لكائن انطوائي من كتر الإحراج اللي هي فيه من شكل المناخير. طب ليه؟ اشمعنى المناخير؟ المناخير هو العضو أو الجزء البارز في الوجه. أي ديفو في الوجه بيبان، أول حاجة بتبان هي الأنف. أنا لما بص على أي وش أول حاجة تشدني، يعني عايز السادة المشاهدين كده يبصوا لوشوش الناس حواليهم كده، أول حاجة هتشدك أو حاجة عينك هتقع عليها هي الأنف. فالأنف لو مش متناسقة مع اللي حواليها هيبان هيبان المشكلة. وده النقطة التانية اللي حضرتك قلتها في المقدمة اللي هي التناسق أو الجمال أو مقاييس الجمال. هو أنا إمتى باخد بالي إن الأنف دي حلوة أو فيها مشكلة؟ ومن غير ما اكون يعني ساعات العين كده يعني ان انا ابص كده اقول في حاجه غلط. هو بالظبط. يعني ايه في حاجه غلط؟ يعني مفيش هارموني، مفيش سيمتري، مفيش تناسق في اللي حواليه. مقاييس الجمال عاده لكل جزء في الجسم مرتبطه بما حواليه. انا ممكن يبقى عندي مناخير شكلها كويس، لو شلت المناخير دي من هنا حطيتها على حد تاني، المناخير الكويسه دي هيبقى شكلها مش حلو، مش لايقه على الوش التاني. ليه؟ لأن مقاييسها مش ماشية مع مقاييس بقية الوش. واخد بال حضرتك؟ اللي هو التناسق. لو شزينا عن التناسق يبان الدفوع على طول. أنا عندي مقاييس هبتدي أتكلم عليها بعد شوية اللي هي مقاييس تجميل الأنف نفسها. لما بنحيد عن هذه المقاييس يحصل إيه؟ يحصل الدفوع فيبان.
فانا لما ابص على حضرتك اول حاجه تلفت الانتباه على طول هو الديفو. مريض تجميل الانف بيبقى جاي ومشخص نفسه وعارف هو عنده ايه، بيجي يقول لك اه دي اللي هي مقاييس جمال الانف. مقاييس جمال الانف الوجه بيتقسم لثلاث اجزاء. تمام. ثلاث اجزاء بالطول، التلت اللي فوق بيساوي التلت الاوسط يساوي التلت السفلي. دي المقاييس اللي احنا بنراعيها في عمليه تجميل الانف، اللي هو هتيجي تسالني او المريضه بتسالني او كل المرضى بيسالوا يا دكتور هي مناخيري هيطلع شكلها ايه؟ ده الجزء الثاني بتاع مقاييس جمال الانف، اللي هو الوجه بيتقسم لخمس اجزاء بالعرض. كل جزء منهم بيساوي الاخر، بمعنى ان عرض العين اهو شايفينه بيساوي عرض الانف. اذا لو الانف عريضه شويه ان كومبارزون او بالمقارنه للعين فهي كده فيها ديفو. كل جزء من الخمس اجزاء دول بيساوي الاخر. عرض الانف يساوي تلتين عرض الشفايف، 67% من عرض الشفايف. ودي القاعده الالهيه في الجمال اللي هي قاعده التلت والتلتين او 67%. تمام. الرقم ده رقم عنيف. قاعده التلت والتلتين. نيجي هنا، ده طول الانف. طول الانف ده بيساوي 67% برضه من طول تلت الوجه، اللي هو تلتين تلت الوجه. قلنا في اول صوره الوجه بيتقسم تلت فوق تلت اوسط تلت تحت. المناخير هي تلتين اي تلت منهم؟ لا مش فاهم. يعني طول المناخير لو بتحسب من النقطه اللي عند العين فوق دي لحد التب او لحد نهايه الانف بيساوي 67% من طول تلت الوجه. من طول تلت الوجه. تلت الوجه. مش احنا قسمنا الوش في الاول ثلاث اجزاء؟ والثلاث اجزاء دول متساويين. ايوه. التلت الاول بيساوي الثاني بيساوي الثالث، اللي هي الصوره دي. تمام. الثلاث اتلات دول مساويين لبعض. تمام. طب طول المناخير قد ايه عشان احكم هي المناخير دي قصيره ولا طويله؟ طول المناخير هو تلتين هذا التلت. تلتين هذا التلت. اللي هي يبقى هي صورتين. أيوة. حلوين كده. حلو كده. عشان افهم انا. انا عندي التلت الوسطاني من عند الحواجب من فوق لغايه اخر الانف من تحت. بالظبط. صح كده؟ يعني لو افترضنا فرضا تسهيلا للمشاهدين ان التلت ده طوله 9 سم، يبقى المفروض ده تلتين 6 سم. ايوه. تمام؟ حلو فهمت. انا كده فهمت. ما هي باينه الصورتين لما اتحطوا جنب بعض. لما اتحطوا جنب بعض. تمام. فده جزء من المقاييس. لسه في صور تانية برضو ممكن نشرح عليها بقيه مقاييس جمال الانف. وهنفهم بعد لازم كده لازم الانسان يبقى شايف الصور اللي قدامه. بروز الانف. الانف تبرز قد ايه؟ برضو تلتين طولها. نفس القاعده. 67%. تلتين الطول، الطول اللي هو يساوي ايه؟ تلتين تلت الوجه. انت واخد بال حضرتك ان هي كلها ارقام ثابته. تمام. من الوش. تمام. ناخد نشوف الصوره اللي بعدها. الزوايا بتاعت الانف. ايوه. الزوايا بتاعت الانف هل بتختلف من الرجل للمراه؟ طبعا بتختلف. الزاويه ما بين الشفايف وما بين الانف عند الرجل هي زاويه حاده، وعند الست هي زاويه منفرجه، نلاقيها من 95 ل 105. عشان كده تلاقي الست التب بتاعتها او الارنبه مرفوعه لفوق شويه غير الراجل. يبقى وانا بعمل العمليه انا لازم ابقى واخد بالي، هو انا بعمل العمليه ده لراجل ولا لست؟ لان انا لو رفعت له التب او الارنبه زي الست هيبقى شكله في مناين، شكله مش مظبوط. واخد بال حضرتك؟ دي قواعد مهمه. الدرسم او اللي هو الانف نفسها المسطح بتاعها ده في الست غير في الراجل. في الراجل ستريت. في الست محدبه للداخل. عارة شويه كونكيف. كده. كونكيف. يعني محفوره شويه لجوه. محفوره شويه لجوه. أيوة. ما ينفعش تبقى في الراجل محفوره. ما ينفعش تبقى في الراجل محفوره. الراجل. فكل كل كل الزوايا دي وكل المقاييس دي هي دي فايدتها ايه بقى؟ عشان هيجي لنا بقى سؤال مهم هنا. ايوه. هل اتفضل. كل مريض بيجي لك عايز يعمل عمليه انف يستحق انه يتعمل له عمليه انف؟ الدكتور لما بيكشف على المريضه بيبقى عنده حاجه اسمها دكتورز اكسبكتيشن بناء على دراسته وخبرته. فهو بيحكم بقى انا هعرف اعمل البيشنت اكسبكتيشن دي، البيشنت اكسبكتيشن دي رياليستيك او واقعيه او قابله التحقيق ولا لا؟ لما بشوف كده خلاص يبقى احنا التقينا في نقطه واحده. يبقى المريضه دي مريضه كويسه، هي فاهمه ايه اللي هيحصل. هي كلمه اكسبكتيشن معناها تطلعات المريضه. تطلعات اللي هي امالها، هي عايزه ده يتحقق بالشكل ده. تمام. من فتره كان عندنا مشكله زمان عند العيانين، كانوا اوبسيسد شويه
بالمناخير بتاعت بلد عربي جنبنا كده، مش عايز اذكر الاسم. لا انا هقولها، انا اللي اقول اوبسيست يعني مهووسين. يا كلمه اوبسيشن يعني معناها انه شديد التاثر، يعني ده شايفها كده. هي هم كانوا عندهم رغبه انه كله يبقى مناخيره زي مناخير نجوم لبنان بالظبط كده. ودايما كنت فاهمهم يا جماعه ده غلط، عمليه تجميل الانف لما انا اعملها لك المفروض لو جيتي لي بعد سنه او اتنين انا ما اعرفش ان انا عملت لك عمليه، ولو رحتي لاي جراح تجميل في الدنيا ما يعرفش انك عامل عمليه تجميل في الانف. لازم المناخير تطلع طبيعيه. لو المناخير اي حد شافها وقال دي مناخير معموله يبقى دي اسمها عاهه مستديمه، عندنا دي اسمها عاهه مستديمه على طول. دي المدرسه الصح، دي المدرسه الصح. اللي هم جراحين المصريين بيمشوا وراها، اللي هو الجراحين في العالم كله، العالم كله. اللي دارس كويس وبتصرف كويس هيطلعها كده مظبوط. هو اللي بيخرج عن القاعده دايما جراحين البرازيل. لا هي مش فكره كده، مش عايزين نعممها. هي الفكره في جراح بيسمع كلام العيانه. في جراح بيسمع كلام العيانه، ارفعها لي قوي يا دكتور، اعملها لي مشبك، ضمها لي قوي، اعملها لي زي مناخير فلانه. الكلام ده مش صح، يعني الكلام ده مش صح، لان هي هتبان ان المناخير معموله، هتبان معمول فيها عمليه تجميل. وده مش صح. بس الحمد لله يعني من كتر التوعيه اللي حصلت عندنا ما عادش بشوف العيانين دول كتير. ايوه العيانين بقوا فاهمين، وبقى تيجي تقول لك يا دكتور انا عايزه مناخيري شكلها طبيعي. ما تخليليش مناخيري شكلها معمول فيه عمليه تجميل، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه مريحه للدكتور. انا بتبع هذه القواعد الطبيه في مقاييس تجميل الانف. انا بشوف الوش عرضه قد ايه والعين عرضها قد ايه والشفايف والبروز والزوايا والكلام ده كله. لما اجي اعمل العمليه لما بتبع هذه القواعد خلاص انا قبل ما احط الجبس انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان المناخير دي هتطلع طبيعيه. هتطلع طبيعيه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنستند اليها حاجه اسمها ديناميكيه اصلاح الانف. بقى حاجه مهمه، ودي كانت رساله الماجستير بتاعتي. ايوه داينامكس ان راينوبلاستي او ديناميكيه اصلاح الانف. يعني ايه بقى ديناميكيه اصلاح الانف؟ زمان لما كنا نعمل المناخير نيجي مثلا ايه المريضه عندها عظمه بس، فيقوم الدكتور شايل لها العظمه. العظمه تتشال بس المناخير شكلها ما يبقاش حلو. ليه بقى؟ لان شيل العظمه اثر على منطقه تانية بعيده عن مكان العظمه في المناخير اداها شكل مختلف. يعني ايه؟ انا لما اشيل العظمه اوتوماتيك التب او الارنبه دي بتترفع لفوق. طب هو السؤال هو انا عايز ارفعها لفوق ولا عايز اسيبها مكانها؟ انا عايز اشوف التركيب التشريحي للمناخير واحنا بنتكلم على الحاجات دي عشان افهم فين العظمه فين. والناس مش فاهمه ان المناخير هذا الكائن الصغير. طيب الجزء العلوي اللي فوق ده عظام الانف. يليه الغضروف العلوي، يليه تحت الغضروف السفلي. وكل جزء من ده مسؤول عن شكل الانف الخارجي. شكل الانف ملوش علاقه بالجلد، شكل الانف ليه علاقه بالهيكل بتاع الانف. ليه علاقه بالعظم شكله ايه، والغضاريف العلويه شكلها ايه، والغضاريف السفليه شكلها ايه. عشان كده العمليه نتيجتها بتبقى احسن في الناس اللي جلدها ارفع. اللي جلده ارفع تبان فيه نتيجه العمليه اسرع عن اللي جلده سميك. الجلد السميك ياخر النتيجه. ياخر النتيجه. على ما الورم فيه يروح ويبتدي يرق الجلد ده ويبان الهيكل اللي تحتيه يبتدي تبان النتيجه. فالمرضى اللي جلدهم رفيع اكثر حظا في ان النتيجه تبان فيهم اسرع. طيب انا بسمع في عمليات الانف ان حد يقول انا هعمل جزء من عمليه انت لازم لك حاجه معينه، في حاجه اسمها فول جوب، انا ما اعرفش اللفظ ده دقيق ولا لا بس انا بسمعه كتير اليومين دول. فانا عايز وانا بشوف العمليه يعني ايه فول جوب، يعني ايه عمليه كامله ويعني ايه اجزاء من عمليه. العمليه ممكن تكون في كل حاجه وممكن تكون اجزاء. ده احنا هنشوف كده العمليه. ده هنشوف ده فيديو يوضح شكل العمليه. تمام العمليه بقى اشرح لنا حته حته. ماشي دي مريضه الانف عريضه من تحت وعندها بروز في العظمه وعندها الهامبا وعندها الجزء اللي هنا في عظام الانف ده. تمام. وده قلنا التركيب التشريحي العظم ده، العظم الجزء بتاع العظم اللي السهم بيشاور عليه هيشاور. ده الدورسال هامب اللي قلنا عليه او البروز في العظم نفسه اللي احنا هنشيله. الجزء اللي تحت الابيض الكبير ده هو ده الغضروف العلوي اللي بنشاور عليه ده دلوقتي، وتحت هو الغضروف السفلي. العمليه بتتم عن طريق جرح صغير قوي من الانف من تحت، ما بيبانش الجرح ده خالص نهائي. تمام. من خلال الجرح ده بنرفع الجلد. نشيل الجزء او نعالج الدفوهات اللي هي موجوده اللي انا
شخصتها قبل العمليه اهو، ده الاوستيوتوم او ده الجزء التشيز اللي احنا هنشيل بيه الجزء بتاع العظم اهو. شيلنا كده الجزء بتاع العظم هنطلعه خلاص، ما احنا كده شيلنا الهامب، هيتضم العظام على بعضها عشان ترجع تاني مكانها بعد ما نكسر من الناحيتين يمين وشمال كده. احنا بقى ايه، شلنا الحته البارزه فوق، البروز ولمينا لمينا العظم على بعضه اهي، فالهامب اتشال اهو. اها تمام، دي كلاسيك اوبريشن، دي الكلاسيك اوبريشن. قصه السؤال اللي حضرتك كنتوا بتسالوه لي، فول جوب ولا مش فول جوب؟ طيب ده صح مظبوط، الانف عاده فول جوب. اها ليه؟ عشان اللي كنت بشرحه لحضرتك ديناميكيه اصلاح الانف. ايوه انا ما ينفعش اشيل العظمه بس. اه طب والغضروف العلوي بعد ما اشيل العظمه علاقته ايه بقت بالعظمه الجديده؟ طب والغضروف السفلي لما اشيله، لو المريضة عندها المنطقة بتاعت الأرنبة دي غير محددة، في ناس عندهم المنطقة دي تخينة غير محددة، يبقى أنا لازم أشتغل في الغضاريف السفلية. طب بعد ما أشيل الغضروف السفلي، طب العلاقة بين الغضروف السفلي والعلوي أصبحت إزاي؟ يبقى أنا لما بعمل المناخير أول مرة هي بتتعمل فول جوب، ولو ما اتعملتش فول جوب ما بتطلعش مظبوطة. فول جوب يعني كل ستيبس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هي ستيبس معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب بتتعمل ورا بعضها تدي المناخير في الآخر الشكل الطبيعي بتاعها. إمتى ما بعملش فول جوب؟ في عمليات التصليح. واحدة عاملة عملية، أيوه العملية فيها مشكلة، فيها ديفو، تمام؟ علشان كده احنا دايما بنقول لما بندرس للطلبة الدكاترة الجداد المناخير لا مجال للخطأ فيها. لو ما بتعرفش تشتغل مناخير كويس، لو ما تدربتش عليها كويس واشتغلتها كويس، أرجوك ما تعملهاش. ما تعملهاش، لأن التصليح أصعب من العملية الأولانية. العملية الأولانية سهلة جدا ونتيجتها بإذن الله بتبقى مضمونة بنسبة 100%. العملية التانية لأ، والتالتة لأ، والرابعة لأ. كل تصليحة بتبقى أصعب من اللي قبلها. لما أجي أعمل تصليح خلاص أنا بأتاكد الدفو بس اللي موجود عندي، الدفو في منطقة العظم بصلح العظم، الدفو في منطقة الغضروف السفلي أصلح الغضروف السفلي، في العلوي أصلح العلوي، حسب الدفو فين اللي أنا محتاج أصلحه. عظيم جدا. أنا وأنا بشوف الصور اللي قبل وبعد، عايز حضرتك في أهم حاجة، إيه الأخطاء اللي أنت شايفها دلوقتي الشائعة اللي بتشوف فيها بقى عمليات بتحس انها لا مش معموله صح؟ في الاخطاء الشائعه في الانف طبعا. ما هو ده اللي كنت بقوله لحضرتك. آه. لو حد غير مدرب غير ماهر مش فاهم مقاييس تكبين الانف، مش فاهم التركيب التشريحي بتاع عظام الانف، مش فاهم هو داخل هيعمل ايه، او تعامل مع مريض نفسي، هيحصل مشاكل. هيحصل مشاكل كتير. يعني اشهرها مثلا ان الانف تطلع كانها معمول، انها معمول. ده ابسط حاجه. ده ابسط حاجه. ده ابسط حاجه ان هتبان ان المناخير معموله، لكن في ديفوهات كتير قوي بنصلحها طبعا. يعني مثلا هنا دي كانت حاجه لازم تتعمل. لازم تتعمل، الهامب واضح قوي او العظمه البروز بتاع العظم بارز. ودي اتعملت طبيعي. شايف الزاويه اللي كنت بقول لحضرتك ما بين الشفه العلويه وما بين الانف، شايف الزاويه منفرجه ازاي؟ مرفوعه لفوق، التب مرفوعه لفوق عشان بنت. عشان بنت بالظبط. انا بشوف اللي جايين ساعات، في ناس كده بيبقى عاملينها نفس القصه برضه. العظم والزاويه اللي موجوده، في ناس بيبقى عاملين العمليه دي في جايين من دول عربيه او دول اوروبيه. الولد شكل البنت خالص. انا بشوفهم. مظبوط، دي برضو نفس القصه. نفس الزاويه، شايف الزاويه جميله ازاي ومرفوعه لفوق. التب دي بنت برضو. كلهم بنات. 90% من مرضى الانف بنات، 10% ذكور. طيب واحنا بنشتغل على العمليه الفتره الزمنيه بتاعتها ساعه ونص بالظبط. ساعه ونص 90 دقيقه تخدير كلي. كلي الانف تخديرها كلي، لان برضو ساعات بسمع ناس بتقعد تتكلم يقول لك هعملها ببنج موضعي. صعب جدا تعمل ببنج موضعي. صعب جدا تعمل ببنج موضعي. الانف بتحتاج بنج كلي، لان انا شغال في مجرى التنفس. فازاي المريض وانا شغال عند الانف وعند الفم هياخد نفسه؟ هياخد نفسه ازاي؟ يعني صعب ياخد نفسه، لازم انا اديله النفس. فبالتالي بتتعمل ببنج كلي، بتاخد 90 دقيقه باذن الله طبعا. المريضه بتقعد بعديها ساعتين، بتخرج من اوضه العمليات حاطين جبس وحاطين شاش في فتحات الانف، مش فتيل، شاش، شاشتين صغيرين عشان نقط الدم ما تنزلش. العيانه لما بتسمع كلمه فتيل بيجي لها بانيك، بتتخض،
تقول لي دكتور فتيل اللي هو طوله مش عارف نص متر ده وتقعد حضرتك تشد وبتاع، مش فتيل، هما شاشتين صغيرين بيتحطوا يتشالوا بعد يومين والجبس يتشال بعد اسبوع. يعني كالعاده طبعا نجم متالق ومبدع كالعاده، ويعني شرف كبير لينا ان انت تكون معنا دائما. كل شكر وتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز الاستاذ دكتور حسام بلاطه، استاذ جراحات التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات التجميل والليزر، ماجستير ديناميكيه اصلاح الانف، ودكتوراه في الجراحات الميكروسكوبيه الدقيقه، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. عارف ان انتم استمتعتوا زي ما انا استمتعت، خليكم دايما معانا ما تروحش بعيد.